أستاذ إسماعيل، يعني سؤال بيلح علي بشدة، يعني ترك إسماعيل ياسين وإنه يهجر المونولوج منذ بداية دخوله إلى المسرح وتشكيل فرقة إسماعيل ياسين مع أبو سعود الإبيان، هل ده يعتبر تحول كبير في حياتك؟ آه طبعا، مفيش شك إن تحول خطير مش كبير كمان، لأن كان في مصر في الوقت ده كان ينقصها المسرح الكوميدي. وبعدين في الحقيقة اتفقت أنا والأستاذ أبو سعود الإبياري علشان نعمل مسرح، فبقينا دايخين بقى في مصر علشان ندور على مسرح، مش لاقيين أبدا. كل ما نروح حتة مفيش فايدة، مفيش تياتر، مفيش قرص. النهاية لغاية ما لقينا واحد طلياني اسمه سولي بيانكو، كان صاحب سينما ميامي الصيفي وسينما ميامي الشتوي.